اهلا بيكو، احمد باهر معاكم من قناة دوجز ايجيبت. النهاردة هنتكلم على العيد، كل سنة وانتم طيبين، وعلى موسم بداية اقتناء الكلاب. يعني كلنا كاطفال من زمان كنا بنستنى العيد عشان ناخد العيدية وننزل نشتري بيها البومب والصواريخ والحاجات اللي حضراتكم عارفينها دي. ولكن الاطفال دلوقتي المواضيع اختلفت. يعني الطفل بيشوف صديق ليه عنده كلب فحابب ان هو يقلده، فيقول للبابا او لمامته: بابي ومامي، انا اول ما المدرسة تخلص واخد الاجازة واخد العيدية انا عايزك تشتري لي كلب. الموضوع هنا هو يعني سلاح ذو حدين. الحتة الحلوة او الجزء المشرق الجميل ان فعليا هو فترة الاجازات والصيف والاعياد هي فترة مناسبة جدا لبداية تنفيذ قرار شراء او اقتناء كلب في المنزل، وده عشان الوقت بيبقى يعني عندي تايم فريم او عندي وقت يسمح لي بان انا اقضي وقت طويل مع الكلب وبالتالي اعتني بيه بشكل احسن، لان الكلب في الفترة الاولانية محتاج ان انا اعوده ان هو يعيش في البيت بتاعه، محتاج ان انا ادربه على البوتي تريننج او على التواليت، محتاج ان انا ادربه تدريبات بسيطة، انزل اتمشى بيه في الشارع، اللي هي الحاجات اللي حضراتكم ايه عارفينها. ده الجزء الحلو ان الوقت مناسب فعليا. الجزء اللي مش ظريف او اللي احنا لازم ناخد بالنا منه ان الكلب مش لعبة. يعني مش هينفع ان احنا نقول اشتري لعبة مثلا عروسة ولا اشتري كلب، اخد الفلوس دي اشتري بيها لبس ولا اشتري كلب، ما ينفعش يتم المقارنة في حاجة زي كده، لان الكلب غير اي حاجة تانية. انت ممكن تشتري لعبة من اي محل تلعب بيها شوية او بلاي ستيشن او اي حاجة وتركنها او تبيعها. الكلب هو روح ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا عليها، ولازم نفكر كويس جدا قبل ما ناخد القرار. مش هينفع اجيب كلب اقضي بيه شهر او شهرين بتوع الصيف وبعد كده ايه اقول له يلا روح لحال سبيلك، هو هيعرف ولا هيعرف يروح ولا هيعرف يجي، وانت يا عيني صاحبه والشخص الوحيد اللي هو مرتبط بيه في العالم ده كله. فلازم تبقى انت فاهم ان العلاقه ما بينك وما بين الكلب هتبقى لايف تايم ريليشن، هتقعد عايش حياتك لغايه يعني ربنا ما يريد ان الكلب ده يعيش 10 سنين 12 سنه 13 سنه. طول فتره السنين دي هو ما يعرفش اي حد في الدنيا غيرك. وحته ان انت تجرب وقول، لان في ناس بتكلمنا تقول ايه انا هجرب ان انا اجيب الكلب، مفيش حاجه اسمها تجرب. هو الروح هي مش لعبه، هي مش هينفع ان انت يعني نتلاعب بالارواح اللي ربنا سبحانه وتعالى امننا عليها ونقول اجرب اشوف كده هتبسط ولا مش هتبسط. طب افرض يا عم ما اتبسطتش، هو يعني غلبان هترميه في الشارع ولا هتعمل فيه ايه؟ لان ان انت تعمل ريسيل للكلب ده موضوع صعب جدا. يعني الناس اللي بتشتري كلب وعايزه تبيعها تاني موضوع يعني صعب جدا، ولو بعته هتخسر فيه فلوس كتيره جدا. وكمان مش دي المشكله، يعني هي مش موضوع الايشو او المشكله هتبقى في الفلوس، هي المشكله في الحاله النفسيه والشوك اللي هتيجي للكلب نتيجه تغيير مكانه. الكلب اوريدي بيتعرض لشوك نتيجه السيبريشن او الانفصال عن امه وعن اخواته، فبيجي لك انت المفترض بقى يعني اللي يعني هتنقذه، فيعيني يقعد معاك شهر ولا شهرين ومعمل له شوك تانية وتحاول توديه لاي مكان، تروح بقى ترميه في بيت ستور محل عشان يعرضه يبيعه او ايا كان. فالموضوع مش سهل ان انت تعمل حاجة زي كده، ان هتأثر على الكلب نفسيا. فانا برجو او الفيديو ده بنقول ايه، قارن ما بين استمتاعك وما بين ان فعلا الوقت بتاع الاعياد والاجازات مناسب جدا لاقتناء الكلب، وحط في الكفة التانية ان الكلب محتاج مسؤولية، محتاج وقت، محتاج مجهود، محتاج ان انت تتفرغ له يعني لفترة طويلة. في حاجات هتضحي بيها زي ان الكلب ممكن يوسخ لك البيت، هتقوم انت تنظف بنفسك، محتاج ان انت تجهز الاكل بتاعه لو انت مش هتعتمد على الدراي فود، محتاج تنزله مرتين او ثلاث مرات في اليوم، محتاج ان انت توديه للفات العيادة البيطرية، محتاج ان انت تطعمه، محتاج ان الكلب ده لو حصل له اي مشكلة صحية تديله الدواء بتاعه. فاكنك جبت عيل صغير في البيت، اكنك لقيت كده طفل عنده 5 6 شهور سوري لقيته في اي مكان وخدته انت تبنيته. هو نفس اللود والريسبونسابيلتي او المسؤوليه اللي هتجيلك اما هتجيب طفل جديد، نفس الحكايه اما هتجيب بيت او هتجيب كلب جديد في البيت. فنخلي بالنا نراعي ربنا في قراراتنا ونراعي ربنا في الروح اللي ربنا سبحانه وتعالى امننا عليها. كان معاكم النهارده احمد باهر. على فكره احنا عاملين قناه
عن الفتنس وعن الدايت، انظمه الدايت وازاي تبقى ان شيب، شكلك ظريف، وازاي نلوز ويت، ان احنا نخسر وزن ونحرق الدهون. كل الكلام ده في قناه اسمها بيفيت خليك رشيق، موجوده على اليوتيوب، قناه جديده لسه ناشئه، عاملين بروجرامز هايله عليها لفقدان الوزن، ادفايسز هايله جدا، كلها قايمه طبعا على يعني مبادئ علميه بحته، حاجات مجربه، بندي خطط لفقدان الوزن لفترات معينه، بنعمل كومبيتيشن ما بيننا وما بين بعض عشان يبقى فيه يعني نوع من انواع الموتيفيشن. فلو حابين تشرفونا في القناه الجديده هنحط اللينك بتاعها في الديسكريبشن، خش على القناه واعمل لايك واعمل يعني سبسكريبشن او اعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عليها عشان يوصل لك كل الفيديوهات. كان معاكم النهارده احمد باهر، شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.